غيره وغيره مواقف كتير. عشان كده كمان يعني الدكتور علي حسب الله عضو اللجنه الاولمبيه سمعنا، والراجل عنده كلام مهم نسمعه. الدكتور علي حسب الله عضو اللجنه الاولمبيه معانا على الهاتف، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا كابتن شادي، واهلا بقناه النادي الاهلي المحترمه، واهلا بجماهير النادي الاهلي. برحب بحضرتك، وعندنا بعض الاسئله لان في بعض الامور عايزين نعرفها. او حضرتك كنت عملتوا اجتماع في اللجنه الاولمبيه واخدتوا قرار ضد الكابتن حماده المصري؟ والله الحقيقه انا فوجئت بقرار تحقيق او ايقاف او ما شابه ذلك. يمكن انا بس انا اسف قبل ما ادخل في الكلام، انا بتمنى التوفيق لفريق كره القدم، لان فريق كره القدم في النادي الاهلي اعتقد انه هيروح تونس وهيرجع منتصر باذن الله، لان النادي الاهلي مش بيمثل النادي الاهلي لكن بيمثل مصر الحبيبه. بشكر حضرتك على روحك الرائعه. الله يخليك يا فندم، شكرا. ارجع لسؤال حضرتك، انا فوجئت بالكلام اللي انت بتقوله، بالرغم ان انا عضو اللجنه الاولمبيه، ان كابتن حماده امام هيتوقف او اتوقف. حماده المصري، انا اسف، انا اول مره اعرف الكلام ده دلوقتي وانا قاعد امام القناه او الشاشه المحترمه بتاعه النادي الاهلي. وبالرغم ان انا عضو عضو اللجنه الاولمبيه المصريه. فكان قبل ما المفروض حماده يتوقف او يتحقق معاه، المفروض على الاقل اعضاء اللجنه الاولمبيه المصريه تعرف اتوقف هيتوقف. طب اوقفه ليه؟ ايه سبب ايقافه؟ وايه سبب ان هو طلع في قناه محترمه وبيقول كلمه حق؟ اعتقد يعني الى حد معلوماتي ان ما فيش قرار طلع من المجلس اللجنه الاولمبيه المصريه اللي انا عضو فيها. تمام، انا عندي بعض الاسئله لحضرتك، واسئله مهمه جدا سالنا بعضها للكابتن حماده، وعايز استغل وجودك معايا. هو اللجنة الأولمبية هي اللي عملت اللائحة الاسترشادية؟ والله برضو نفس الإجابة اللي قلتها لك على النقطة الأولى بتاعت الكابتن حمادة المصري. اللجنة الأولمبية فوجئنا في أوقات كثيرة إن لوائح كثيرة اتعملت. لائحة النادي الأهلي، أنا واحد من أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية، أنا لم تعرض علي ولم أشوفها ولم أبدي رأي فيها خالص. بالرغم من انا بكرر لحضرتك انا عضو اللجنه الاولمبيه المصري، ما شفتش اي حاجه خالص خالص، ما شفتش لائحه نادي اهلي ولا نادي زمالك ولا نادي اسماعيلي ولا اي نادي من الانديه. واللائحه الاسترشاديه مين اللي عملها؟ ما عنديش اجابه، ما اعرفش مين اللي عملها. لا احنا بنسمع في كل قنوات مصر كلها، ومن سياده الوزير خالد عبد العزيز، حتى في اخر حوار لي مع الاستاذه لميس الحديدي، وقال كده بالنص ان اللي عمل اللائحه الاسترشاديه هي اللجنه الاولمبيه، وحضرتك عضو لجنه اولمبيه بتقول لي انا ما شاركتش في حاجه. ما انا بقول لك اهو، وانا بتكلم شهاده امام ربنا، لا هجامل النادي الاهلي ولا هجامل الاسماعيلي ولا هجامل الزمالك. انا بشهد شهاده امام ربنا، انا فعلا بامانه ربنا انا ما شفتش اللائحه الاسترشاديه لاي نادي من الانديه. ايه رايك في موقف النادي الاهلي اللي قرر يعمل لائحته او الاجتماع بتاعه الخاص زي ما مكتوب في اللائحه الاسترشاديه على يومين؟ شوف، احنا مصدرنا الرئيسي في لوائح استرشاديه او غير استرشاديه، لوائح مراكز الشباب، لوائح الانديه، لوائح الاتحادات، القانون. القانون لم يرد فيه نص واضح وصريح على ان الناس تعمل، الانديه بالتحديد تعمل انتخاباتها على يوم ولا يومين ولا كده. اعتقد ان ده حق اصلي للجمعيه العموميه. واعتقد برضو في رايي الشخصي ان الاهلي بوضعه ونتائجه وجماهيره وتنظيماته ومجلس اداره محترم، لو قرر يعمل الجمعيه العموميه على يومين، اعتقد انا رايي الشخصي ما فيهاش اي مشكله. كما احنا في وقت بنبحث عن مصر، مش مفيش داعي نختلق المشاكل. نادي الاهلي نادي يعني مش فوق الجميع، لكن الجميع كلنا عندنا سواسي. لكن النادي الاهلي عنده حق بعدد جماهيره، عنده حق بعدد اعضائه. ليه انا اكوم كل الناس في يوم واحد؟ ايه المشكله ان انا اعملها في يومين؟
ربنا يعني او يعني يسره ولا تعسره. وبعدين ما ينفعش يعني النادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، يعني انا المفروض ما اعملش مشاكل مع الجماهير دي كلها، مش خوفا من الجماهير، لان الجماهير برضه محترمه، وكل الجماهير النادي الاهلي عايزه مصلحه ناديها، جماهير النادي الاسماعيلي عايزه مصلحه ناديها، جماهير نادي الزمالك عايزه مصلحه ناديها. فانا بدل ما اتعب الجماهير واكومهم في نادي او في مقر صغير لا يتحمل لهذا العدد، انا رايي الشخصي ان ما فيش اي مشكله ان هو يعملها على يومين. ايه المشكله يا جماعه؟ ليه نعمل مشاكل؟ حضرتك في البدايه، حضرتك في البدايه قلت لي كلامي اللي هقوله لك اول ما دخلت على الهوا معانا، قلت لي كلامي ده شهاده امام الله هتحاسب عليها. طب ليه التعنت مع النادي الاهلي ما دام حضرتك بتقول لي ما فيش مشكله، في مصالح لاشخاص على حساب اشخاص؟ وارد طبعا، طبعا وارد. طبعا وارد مصالح. ايه هي المصالح؟ ما هو دايما المصالح دي بقى تقبى من وراء الستار. تقبى من وراء الستار. دي مصالح شخصيه، واحنا في الانديه والاتحادات المفروض ما يكونش في اي مصالح شخصيه يا جماعه. يا جماعه في بلد، واحنا في الوقت اللي احنا فيه يعني الناس كلها والرئيس بالتحديد يعني بيبص خطوه لقدام، وهو موجود رئيس الجمهوريه بيدافع عن مصر وسياسه مصر. يوم احنا نيجي نضيع وقت ان انا اصطدم مع النادي الاهلي، اصطدم مع نادي الزمالك، اصطدم مع نادي الاسماعيلي، طب ليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه ده محمد قال يسره ولا تعسره؟ انا بقول لك مره ثانيه، انا مش شايف ان يومين لجمعيه عموميه لنادي محترم وكل الانديه عندنا محترمه لو اتعملت على اليومين، ما هو الخطا؟ طيب ما هو الخطا؟ يمكن حضرتك عندك معلومه، انا فهمت كده، ده كل اعضاء اللجنه كلامهم زي حضرتك، ده ما بقاش واحد، ده بقى واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. ايه مصلحه الوزاره كده الواضح اللي كلكم بتقولوا اللي انتم ما شاركتوش وما عملتوش اللائحه الاسترشاديه؟ طب ايه، ما هو كده، ايه علاقه بقى تعنت الوزير مع النادي الاهلي؟ ايه السبب؟ والله بص حضرتك، اولا انا بحترم رايك وكلامك اللي انتوا انا صادق 1000%، بس انا اؤكد لك ان انا لا حد قال لي اقول حاجه ولا اتفقت مع حد، طالما انت بتقول ان معظم الناس قالت هذا الكلام. مش عايز احلف لان ما بحبش احلف، لكن انا لم يلتقي بي احد، لان انا كنت داخل انتخاباتي في اتحاد الريشه الطايره ولم اوفق، ومن ساعتها لا يا فندم انا هقف عند دي لو سمحت، انا هقف. لا ما انت بتضحك، لا خلي بالك. لا لا، لما بيقول لك الشباب اللي بيشتغل وعايز فرصه، ففي شباب شرفاء محترمين وعايزين يتعبوا وعايزين يجتهدوا ويجيبوا المعلومات كلها. هسالك سؤال واضح وانت ليك حق ترد او لا، حضرتك سقطت بفعل فاعل ولا لا؟ بفعل فاعل. عايز تقول انا معايا شباب وانا سني يعني مش كبير قوي، لكن طالما ان انا عندي القدره على العطاء بدي. وانا سنه الحياه، انا مش هفضل كنت رئيس حتى طول عمري. يعني لازم هيجي وقت من الاوقات وهسلم الرايه لشاب من ولادي. كل القطاع الرياضه، انا استاذ في كليه التربيه الرياضيه، اتكيت على كلمه التربيه. فلازم هيجي يوم لازم ادي العصايه لناس اقل مني شباب، وانا في شباب كتير بيشتغل معايا في الاتحاد. لكن انت عارف الديرتي جيم طبعا، ولكل الساده المستمعي قناه الاهلي يعرفوا ان الانتخابات ديرتي. انا للاسف الشديد اتلعب عليا الديرتي جيم، وانا كنت يعني انا بسلامه نيه. فانا ماليش في السكك اللي يمين وشوية، وزي ما انت قلت في المقدمه، انا يمكن كنت محسوب على فتره من فترات اللجنه الاولمبيه على شخصيات معينه، لكن طبعا كل فتره او كل حقبه من الزمن ليها ظروفها. فانا مش هفضل طول عمري مع سين وطول عمري، انا مع الحق. انا بقول لك علي حسب الله مواطن مصر. شهدت شهاده في كل اوقاتي في التاريخ الرياضي، انا في بدرس في كليه التربيه الرياضيه منذ 40 عام وبخرج اجيال والحمد لله. لكن لما يتعب عليا جيم ديرتي جيم يعني خلاص خلاص، ما يعني عنديش مشكله خالص. وانا انا استاذ جامعه، يعني انا مش هسيب الاتحاد وهروح اقعد، انا اسف التعبير، اقعد في الشارع. لا ده انا استاذ جامعه. لكن للاسف الناس ما بتعرفش يعني ايه استاذ جامعه. طيب للاسف الشديد. طيب هسالك سؤال، انا مش مطالب من حضرتك الا غير تقول لي نعم ام لا.
اتفضل. حضرتك سقطت في انتخاباتك عشان انتخابات اللجنه الاولمبيه خلاص على الابواب، فممكن يكون صوتك اتشك فيه اللي ما بقاش مع المهندس هشام حطب. سقطت بسبب الكلام ده، نعم ام لا؟ نعم. انا بحترم حضرتك جدا يا فندم. انت صوت حق اخر مع الكابتن حماده المصري. انتوا ناس محترمه بجد. الشخصيات اللي زي حضراتكم هي اللي نتعلم منها ونسمعها ونحترمها. ده حقيقه. في زمن كلمه الحق هتفضل موجوده طول ما الشرفاء اللي زي حضرتك وكابتن حماده المصري وغيره وغيره وناس كتير، عشان احنا عايشين مع ناس كتير محترمه اكيد. لكن الحاجه الاخيره اللي عايز اسمعها من حضرتك، اتفضل يا فندم. لكل واحد اتكلم علينا ربع كلمه، دي حاجه تمسنا احنا شخصيا مره تانية وثالثه ومليون. النادي الاهلي انحاز لجمعيته العموميه والاسم النادي الاهلي الكبير ده، صح الجمله اللي انا بقولها دي ولا مش صح؟ صح. حقه حقه النادي الاهلي لازم ينحاز للنادي الاهلي جمعيته العموميه، ولازم ينحاز لمجلس ادارته. يعني النادي الاهلي طبعا بنتائجه باسمه بجماهيره مش محتاج حد يتحاز، هو اسمه منور، اسم الزمالك منور، اسم الاسماعيلي منور. معلش انا بقول الاسماعيلي كتير لان انا اسماعيلاوي. ما انا مع حضرتك اتفضل. انا وحضرتك بتتكلم بسترجع كلام الكابتن حماده والحلقه معاه، لان الظلم ده بيبقى حاجه صعبه جدا جدا جدا. الحاجه اللي اتقال لجنه فض المنازعات، وحضرتك عضو لجنه اولمبيه، شاركت في الاسماء اللي هتبقى موجوده في لجنه فض المنازعات عشان تقول المفروض بترجع للمجلس عشان تاخد قرار؟ قعدوا معاك وقالوا لكم مين اللجنه؟ انا اسماء، لو قلت لي اسمائهم مين هقول لك معرفش. يعني ايه؟ انا من يعني لم انا سمعت وشفت في ورق مكتوب فيه لجنه فض المنازعات برئاسه السيد المهندس هشام حطب. حتى في ناس كتير اعترضت على ان رئيس اللجنه هو رئيس. هو ينفع يبقى هو الحكم والقاضي؟ طب مين اللي عين اللجنه؟ مش عارف. طبعا هو برضه رئيس اتحاد، حد محترم، اتحاد التركيه، والمهندس هشام حطب راجل على اخلاق وكل حاجه، انما بوضعه كرئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس لجنه فض المنازعات لو حصل مشكله في الاتحاد الفرنسي هياخد قرار فيها ازاي المهندس هشام حطب؟ احترامي ليه. طيب انا باخد منك بس ايه، بشوف الكلام كله ماشي مع حضرتك خطوه خطوه. هو سياده الوزير معين حد معاكم بدون ذكر اسماء داخل اللجنه، والحد ده بياخد المعلومه اللي عندي بياخد 25,000 جنيه، واللي قبليه كان بياخد 10,000 جنيه، صح كده ولا انا؟ احتمال كبير وارد، احتمال. طب مين بس مش عايز ادخل حضرتك في حاجات صعبه جدا للمعلومات عندنا. طيب هو مين اللي كان المدير التنفيذي السابق للجنه الاولمبيه؟ اللي كان موجود شخصيه كانت جميله وكان ماسك رئيس جهاز الرياضه، الكابتن مسعد ابو الرجال. الكابتن مسعد؟ مسعد ابو الرجال. ابو الرجال. حضرتك لما بتبقى عضو لجنه اولمبيه بيتعرض على حضرتك المرتبات. حضرتك الكابتن مسعد كان بياخد كام؟ المسعد كان وقتها بياخد 12,000 جنيه. 12,000 جنيه. واللي موجود دلوقتي على حد علمنا بلاش حضرتك تقول 25,000 جنيه، ازاي الفرق ده؟ هلا المعلومه دي انا ما اعرفهاش، انتوا ليكم مصادركم طبعا، لكن المعلومه دي انا ما اعرفهاش، لو عارف كنت هقول لك. تمام. عايز تقول حاجه اخيره يا فندم؟ انا عايز اشكرك، وعايز اشكر قناه النادي الاهلي المحترمه، وعايز اتمنى التوفيق من كل قلبي لمباراه الترجي التونسي، وكل دعوات المصريين لفريق الكره النادي الاهلي. والنادي الاهلي قلعه كبيره، قلعه محترمه، وبكرر مش الاهلي بس، في انديه كثيره محترمه، في انديه كثيره الحقيقه تحترم جمعياتها العموميه، وده اللي بيعمله النادي الاهلي. بيحترم مجلس اداره، بيحترم جماهيره، بيحترم جمعيه العموميه. دكتور حضرتك حابب تضيف اي حاجه ثانيه؟ طبعا كلام حضرتك بالنسبه لنا شهاده حق، وكلام حضرتك خطير جدا جدا اللي قلته، زي كلام الكابتن حماده، اكيد احنا لينا تعليق، لكن لو حابب تضيف اي حاجه ثانيه يا فندم اتفضل.
لا انا بشكرك، وبس بكرر ان انا كابتن حماده انا شهور طويله ما شفتوش ولا اعرف عنه. كابتن حماده شخصيه مؤدبه وشخصيه متدينه، لان في بعض الاوقات اذاعوا عنه شخصيا هو اخبار مش سليمه، لكن انا بؤكد ان هو كان لعيب في الاسماعيلي وكان لعيب في الاهلي، شخصيه مؤدبه جدا وشخصيه محترمه جدا كجميع اللاعبين المصريين. طبعا اشكرك الحقيقه الكلام اللي انت قلته، وباكد للمره الثانيه والثالثه ان انا ماليش اي اتصال بالكابتن حماده، كان بنحضر في اجتماعات اللجنه الاولمبيه فتره الدوره اللي قبل دي، والدوره دي يعني تلاقينا اوقات قليله لكن ما تلاقيناش لفترات طويله. الكلام اللي انت حضرتك بتقوله ان انا نفس الكلام، فانا زي ما قلت لك انا شهاده حق لا اجامل فيها احد. دكتور علي حسب الله عضو اللجنه الاولمبيه، بشكر حضرتك جدا جدا على الكلام المهم اللي قلته لنا النهارده، وبيأكد اللي فيه دايما شرفاء بيدوروا على كلمه الحق في وقت ضاع فيه الحق. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.